وصلت مجموعة الاتصال الثلاثية في مينسك إلى اتفاق بشأن قضية السجناء الذين لا يريدون العودة إلى الأراضي الانفصالية ضمن صفقة تبادل الرهائن. وفقا لممثلة أوكرانيا في المجموعة الفرعية إرينا هيراشينكو، فإن 500 شخص يريدون البقاء في الأراضي الأوكرانية ولا يريدون التوجه إلى الأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف. وللتحقق من هذه الأمور ومن توقيعاتهم سيكون حاضر معهم ممثلو منظمة الأمن والتعاون وإدارة أمن الدولة وأمهات الرهائن.